أخي المتتبع سلام الله عليكم، تحية إلى كل متتبعي قناة شوف تيفي. كنت واجدو في مدينة مكناس كما عرف أي واحد، واستبشرنا خيرا نزول أمطار الخير هنا بالمملكة المغربية في مجموعة من القرى والمناطق. الشيء اللي لابد أن الواحد يكون عن حذر، خاصة أن هذه الأمطار كانت مرفوقة بعاصفة إخواني قوية. الشيء اللي أعطى مجموعة ديال الخسائر المادية لحد الساعة بكل من دار البيضاء ونواحي فاس. قناة شوف تيفي حطينا الرحال اليوم في مدينة مكناس، الصورة كتحدث. فإذا بقت هاد البلايك في هاد الحالة فغادي نكونوا على يقين أن تقدر تسبب حوادث سير لا كتاب الله. هنا كنشوف أخي المتتبع الكريم أن جل اللوحات الإشهارية تعرضت إلى الإتلاف. هاد البش بكثرة الرياح يقدر يتساقط ويسترق، وتمنينا هذيك السيارة أنها تكون سيارة ديال الترميم. نتمنى أن تكون الرسالة. هنا كنشوف واحد الشخص اللي ها هو جا وغادي يصور هاد البلاصة بالضبط، اللي كتشكل خطورة هنايا في أهم المدارات بمدينة مكناس. فللأسف الشديد تعذر عليه بوحده باش أنه غادي يصوبها. هنا من بعد ما خدا لها صورة مشات سيارة الإصلاح. إذن هنا أخي المتتبع الكريم كنشوفو بكثرة قوة الرياح تقدر تحاد البلايك هادي، تقدر تسبب فاجعة وتقدر تسبب في كارثة وتسبب حتى في إزهاق الأرواح. إحنا كنطلبو من الله سبحانه وتعالى إيه يعطينا الأمطار بالخير، ولكن للأسف الشديد ما من مرة كتخرج دير حوار مع الساكنة تيقول لك الله يعطينا الشتاء على قد القوات، لأن المطر بدون استعمال ضمائر بالنسبة لمجموعة ديال المصالح اللي خصها تكون في حالة تأهب، وخاصة أن مصلحة الأرصاد الجوية نبهت هذه 4 أيام بأن كاينة عاصفة قوية اللي غادي تدوز المملكة المغربية. فتمنيت أنني نشوف كل الأجهزة اللي عندها علاقة بالإنقاذ أو لا في التدخل، لا من وقاية مدنية ولا سلطات محلية ولا من حتى هاد الشركات اللي كتدر أموال طائلة، شركات إشهارية اللي كاينة في مجموعة المدارات في المملكة المغربية. تمنيت هاد الشركات أنها تدير يد في يد وتنسق مع السلطات المحلية وتكون في حالة تأهب. إذن إلى ما درناش يد في يد ووقفنا أو لو وصلنا هاد الرسالة فلا بد غادي تكون حادثة في الليل بسبب هاد البش اللي لا بد غادي يطيروا الريح وسط الطريق. الواحد من حقه يسافر ويمشي بخير ويجي على خير، وأنهم خلص الضريبة ديال السير على الطرقات. فضريبة السير على الطرقات ربما المواطن تيخلصها باش أنه يسافر مرتاح وبخير وعلى خير، ويلقى الظروف كلها قدامه مواتية. فمن هذا المنبر نناشد من كل السلطات المحلية والقائمين على هذا البلايك ديال الإشهار في مجموعة ديال المدارات في المملكة المغربية أنهم يعلنوا التأهب ويحاولوا يصلحوا ما يمكن إصلاحه قبل الفاجعة. فغادي نستمروا في التغطية ديالنا أخي المتتبع، ولكن قبل ما غادي نقول بسم الله ونشط الطريق تنتمنى كل واحد فيكم يكتب ليا اش من مدينة راك وكيفاش هي الأجواء تما في ديك المدينة. لا بد غادي تقول ليا كاينة الشتاء، إيه الحمد لله أن مجموعة ديال المدن المغربية عرفت تساقطات مطرية، وهذا هو الأمل
من بعد ما شناهم سدوا اللافاجات وسدوا حتى الحمامات. كيوادعينا الله سبحانه وتعالى أنه يعتق الأمة، فها هو الحمد لله هي أمطار الخير. ولكن أمطار الخير دائما ما بغيناش أننا نشوف أمطار الخير مصحوبة بكوارث وحوادث سير وإسالات الدماء. غادي نستمروا في التغطية ديالنا، وغتكون تغطية عفوية وهي بمثابة تقرير بالصوت والصورة على الحالة اللي كتعيشها مجموعة ديال الطرقان تزامنا مع هذا الخير اللي أعطاه الله سبحانه وتعالى، اللي كنا كلنا كنتمنى ونشوفوا هذه اللحظات الرائعة مع متتبعين أرواح، في انتظار أنني نشوف التعاليق ديالكم واش من بدينا راكم معنا وكي ديال الأجواء عندكم نعيشوا هذه اللحظات. حنا دابا خرجنا من مدينة مكناس في اتجاه بوفكران، يلا تسافر معايا ولكن بارتاجي باش توصل الرسالة. وأي واحد بغى يسافر لا بد يرد البال، بغيتي تسافر تأكد من العجلات ديالك بأنهم سالمين، تأكد بأن الريح راه كاين متوازي في جميع العجلات، تأكد بأن راه عندك باش تكبط، لأن ما بين منطقة ومنطقة تيتبدل الجو. أخي المتتبع الكريم غنعيش معكم هذا الأجواء. بوفكران، حنا دابا قربنا لبوفكران، ودائما أي واحد قرب لبوفكران كيتذكر الخطاب الملكي السامي ديال الحسن الثاني الله يرحمه، حيت قال في واحد الخطاب بوفكران وما أدراك ما بوفكران، بوفكران وما أدراك ما بوفكران، هو خزان مائي وأرض خصبة وفلاحية وناس اللي استغلوها بحكامة ولات ما بين المصادر ديال إنتاج الخضر بالمنطقة. إيوا من مور بوفكران، إذا استمريتوا معايا وبقينا غاديين في هذا الحوار البناء غادي ندوز بكم طريق داروش، وهنا غادي تشوف أكبر ضيعة في المغرب ديال التربية ديال البقر، ماشي البقر ديال الحليب، لا ديال اللحوم اللي فيها عشرات الآلاف أو ليتعطر معرفة عدد الأبقار في هذا الضيعة. شكرا لخويا وليد من مدينة الفقيه بن صالح، ولكن ما قلتي ليش واش كاين شي شتا في الفقيه بن صالح ولا لا. أسمام الحمد لله، تحياتي لك سي حميد. إيوا قولنا حتى أنا من نصيفط لك تحية وأش من مدينة. إذا أخي المتتبع الكريم هذه هي الأجواء، الواحد يرد البال ويعرف بأن كاين دابا اللي غادي يطلع مور الجبال باش يتصور هاد اللحظات الرائعة. ولكن عافاك إلا كنتي مسافر، شوف الحويجات اللي ما كتلمش أو لا جاوك كبار ولاو تيجيوك صغار، لا أنت لا وليداتك لا أنت لا بنيتاتك، وحاول تجمعهم في واحد الميكات بكل احترام وطويهم وقدهم وديرلهم شوية الريحة، وفين ما شتي شي مجموعة كتعاني مور هاد الجبال وقف وعطيها هذاك الجاكيطه اللي ما بقيتيش كتلبس، ولا داك الصباط انت اللي غير حاطه فوق الماريو ما عندك ما دير به، وبالتالي غادي تكون حجيتي في هذاك السن. ايوا نتمنى توصل الرساله باش الله سبحانه وتعالى يلطف بينا، لان ما آلت به الاوضاع بيناتنا ولا خطير جدا، ما يقع ولا خطير جدا، لا في العلاقات ديالنا ولا في الغدر والثقه اللي ولات كتنتظر او لا كتنتظر بشوي بشوي بشوي، حتى ولات عداءات ما بين الرجل ومرتو، ما بين الولد وباه، ما بين البنت وامها، ولا القضاء المغربي من بعد ما تيموت الاب كيعرف مجموعه ديال الالفات وخاصه بين الاخوه والامهات، فتنتمناو نرجعو لطريق الصواب ونعرفوا بان وما الدنيا الا متاع الغرور. اذا نتمناو اذا تفاعلتوا قلت لكم ما غادي نمشي بكم حتى الاكبر ضيعه لتربيه الابقار، ربما في افريقيا كاع الا ما خفتش نكذب، اما في المغرب هي الكبيره.
عدد كيلومترات كثير بزاف فيها. إوا نقولها لكم بحال نكسة، كنت بدت اليوم في نواحي مدينة الخميسات، خرجت ملي لقيت الشتا، قلت لها بدا خصني نخرب الأطلس المتوسط، لأن تقدر تسد شي طريق، تقدر ناس مساكن يعاني أمور الجبال، وتنتمنى أنني نكون في حسن المستوى ديالهم والظن ديالهم، وبالتالي لابد خصني نقرب لجهة الجبال باش نعيش معاكم ونعيش معاهم ونقلوا المعاناة ديال ساكنة المغرب العامرة. إذا إخواني هذه الأجواء، عزيز خويا العزيز، أيثما ذي ستما كلشي، دعيو مع ولدي مريض، عافاك الدراري عزيز زرهولي زرهول، تيناش تقوم، واليوم الجمعة نهار كبير عند الله، واليوم الجمعة وتزامنا مع التساقطات المطر اللي كنا تنتظروا، لله سبحانه وتعالى استجب الدعوات ديالكم. دعيو العزيز ولدو مسكين مريض بزاف. يلا الدراري تفاعلوا، شنو اش ضيعتي لا قلتي يا ربي عفو على ولدو، تاع عزيزي عرف مسكين بين طلبكم وبين كاين اخوه خوتو المغاربه اللي تفاعلوا معاه، راه عندنا بعد المسافات فتنبقاو حنا المغاربه قلب على قلب. ويستمر او لا تستمر التغطيه هذه الطريق الوطنية الرابطة ما بين مكناس في اتجاه إفران ولا الرشيدية ولا خنيفرة ولا أزرو ولا الحجم، ولا درسك تدخل من هنا. إذا أخي المتتبع الكريم، مازال ما شتنا الأجواء في بلاداتكم، إوا كل واحد يقول لي سميت للمدينة وأش من بلاصة راك، ونحاولوا نستمروا في التغطية، مازال غادي ندوزو مور الجبال وسط الجبال، غادي نلقاو طرق كارثية. يلا عصام يا عصام الشفاء العاجل، شكرا خويا عصام، خويا عصام تيتبادل دعاوي مع هذاك الأب اللي قال عافاك دعيو مع ولدي راه مريض. عرفتي باش الواحد يدخل هكا ويقول عافاكم دعيو مع ولدي راه مريض، إذا تسداد بباب الدم ولا الأمل عنده الله عندكم، فتنتمنى تكون آذان صاغية وشوية الرحمة نستحضروها بعيدا عن التفاهات. وما الدنيا إلا لاعب له زينة وتفاخر وتكاثر بين الناس الأولاد والأموال، ولكن في الأخر كما تلغيت أعجب الكفار نباته غادي يهيج وغادي يلقى بالحضار. عصام شكرا خويا عصام، وتحية لكل متتبعي الكرام، وتستمر التغطية. نحاولوا نتفاعلوا بيناتنا وكل واحد يقول لنا عافاكم اش من مدينة، راكم كونيكتين خويا الاخوان تيدعيو معاكم مع الوليد ديالك، والله الا برافو عليهم. خالد من تفل تيقول لك الله يشافي، خويا رضوان تيقول لك الله يشافي، الله يرحم الوالدين حامد المشاهدين من كازا، شكرا عصام والله لكم تنبكي، خويا عزيز حسيت بك وحسوا بك، اخوان عزيز تيقول لكم عافاكم راني تنبكي وتنشوف ولدي مريض، فلا امل الا املكم، ما بغى لا فلوس لا والو، بغى غير يوم كبير عند الله. دعي قول لماماك حداك تدعي، قول لولدك حداك يدعي، ان شاء الله الله لا شافي الا شفاءه، الله سبحانه وتعالى هو الطبيب، أما المباقي غير تندير السبة والدمار عبد الله. إوا نستمروا، هاد البلاصة سميتها بوفكران، هاد البلاصة سميتها بوفكران، بلاد فلاحية 100%، ولكن المدار الحضاري ديال المدينة الأغلبية باش عايشة، كاينة مجموعة اللي عايشة في واحد القهاوي اللي مشهورين بالطاجين والشواية، كاينين مجموعة ديال المحلات التجارية اللي كتبيع هنايا في هاد البلاد، الأغلبية كتبيع المواد الفلاحية والآليات الفلاحية. علاش؟ لأن المحيط ديال هاد المدينة كله فلاحة، كله الحمد لله خصب،
الشيء اللي خلى المستثمرين انهم يستثمروا هنايا مجموعه المحلات التجاريه فيما يخص البذور والقطاني وجميع الادويه اللي عندها علاقه بالنباتات. حميد قال لك او لا حليمه قالت لك من كازا الحمد لله كاين الشتاء. رضوان حي سويلم عافاك حي سويلم سويلم ولا هكا تيحييك سي رضوان وتيطلب مني انني نحييك قدام المغاربه فهذا انت اي ثمادي ستمازون سيدي ربي غيفون ما يدعنا مصلح لاباس لان ما لاباس غوري صوكم ولا باس ايوا ما يدعنا بلا نتمنى سيدي ربي انظر يا لي انظر الخير انظر تيسير انظر نشاو سكاش ان شاء الله نغا انا على وديكس الحمد لله الصابا يا نعلو ديكس يجلس بلاس الخير يجلس بلاس التشويه الذي كس المعاناة يوفقها لا علم. عزيز الزرهولي تيقول لك حميد سول القرناوي والعلاوي راهم على علم بالمرض ديالو اللي الله يشافي حيث ما لسنا نوض وصغر ثامدي بوفقها انا مزابريد غلا ضاروش اضاروش دينك امغاس امغاس محمد فقر دنازير مليت انك شاعر امازيغ اواقي خثينو سلمات دايتي دي الزبو غالي كوريكا تشوفوس أريكة صدارة ديك في الفغر أواقي اختينوس اللي سير غنميد انفاضو طريفي يا ويدي اختينوس اللي سير غنميد انفاضو طريفي ربي حول لا نخاني ومعراض اللي دابري أواقي اختينوس نغبانوس ولا كانوينو واندي هيد تي هذا سي الشطوبار اخو يحفظ ربي دائما قلوبنا مع ساكنة المغرب العميق والمعاناة ديال ساكنة المغرب العميق ناس اللي غادي تعاني وانت دابا فرحان وكتقول جات الشتا يا الله فاللهم كن في عون ساكنة وبغيت كل واحد فيكم يقول لي اش من مدينه راه نكون يخطي معايا يلا الاخوان استمروا شكرا شادية عزيز شكرا اختي شادية حسب تعليق الاخ عزيز هنا اللي كتوصل لهاد البلاصه بالضبط غتلقى واحد الرونبوان الى مشيتي نيشان غتخرج للحاج والازرو والافران ولكن بيني وبينكم اجي ندوزو طريق داروش هاد الطريق ديما كتكون فيها معاناة وخاصة اثناء التساقطات المطر شكرا على التفاعل ديالكم مع الابن ديال عزيز اللي راه مريض طاسا شاطي قال لك بان الخريبكة امطار قوية خريبكة فيها دابا امطار قوية ولكن بيني وبينكم بغيت نشوف فيها لجان قوية اللي تردع بعض اللوبيات القوية اللي كتمص واحد المدينة اللي الله سبحانه وتعالى عطاها اغلى واحسن ما تحت الارض مدينته هو الفوسفات مدينة الفوسفات اللي وليت تنشوف ولادها في الباطرة فعن أي فوسفات يتكلمون القائمين على الشأن المحلي هذا القطاع إوا الشتا بزاف الدراري إوا خصني حيدو المغسل وما يمكنش نطلب لهذا الكلام دابا كيما
كنشوفوا ان الرؤية اصبحت شبه ان منعدمة كاع. الاسباب ديالها هي واحد الجلدة كتكون مروضة ديال الكاليو. هذيك الجلدة راه عندها جوج ديال الادوار، كتحمي اللي جاي من موراك من الحجر اللي تقدر لحوم الرويضة، كتحمي اللي جاي موراك من هاد الرؤية الغير الواضحة اللي غادي نعانيو منها، وكتحمي السائق أثناء البرق، لأن كتكون هي الميزالاتير ما بين البرق حتى يضرب باش كيكون الكوب كورون ما يقدرش تكون الصاعقة أنها تلحق بالمركبة. فملي ما كايناش غادي نعاني معاه حتى نضمر، واخا الطريق بيني وبينكم ضيق. مقدتش نضمر، واو الرؤية غير واضحة، خطير جدا. يا هذا مخدم يدوز واو. يا واحد اللحظة حتى بيتوقف زايد خويا. لا فتولي انا ميمكنش، غتبقى مورا غادي غير يضرب لي شي حجرة. الرويضة كتهز الحجر غادي يقدر يهز كيما الفلوس. ايوا هنا دخلنا لطريق اداروش ارامل شبدا حامس. اذا الاخوان كل واحد يكتب ليا اش كدير دابا، واش راك في الطريق واش في القهوة. السؤال الاول، نشوف 10 ديال الجوابات ونستمروا للسؤال الثاني، اش كدير دابا بالضبط؟ شوف الضباب والشتاء، حاول انك باش تشعل الضوء. الضوء لا بد انه يشعل باش حتى الرؤية كتبان الطرف الثاني. ايوا اش تقولوا لهاد الجدارمية برافو عليهم، رغم التساقطات المطرية اللي كتعرفها البلاد والريح، ولكن رحم الله من عمل فأتقنه. رجال الدرك الملكي كما كنشوفوا في حالة تأهب. حالة تأهب، انت جالس وناشطو بخير، خاصك تعرف كاين مسكين اللي تيضرب تمارة من اجل انقاذ الحياة ديالو. اذا ونستمر اخي المتتبع الكريم وتستمر التغطية، فشكرا لهؤلاء العناصر، وشكرا لرجال الوقاية المدنية والسلطات المحلية ولكل واحد عبر العناصر ديالو تأهب حماية للمواطن. قالوا لي شي صرباح في الرباط، وعافية شعلات اليوم في كازا، في الرباط عفوا الصوت، ومدينة فاس طاحوا فيها شي شجر، وعندنا حتى الشمال. فكنتمنى ان شاء الله انها تكون الامطار تكون امطار خير. غادي نستمروا باخواني هذا التقرير. الكاشة هو احسن وسيلة اللي تكيب ما قلت يا خويا. الله يوصل اي واحد شد الطريق، الله يعفو على اي واحد تيقن هذا الوقت، الله يطلق صراح كلش، والله يبلغ المقصود. اذا التحية لكم وتبارك الله عليكم، لازم تحية لكم وتبارك الله عليكم اخواني والاخ اللي قال حدو قال صوته كيرجع من موت ريان. سبحان الله رحم الله ريان، ونحن إخوة
الاخواني كان 3 ايام هذه اللي كانت الذكرى ديال الوفاه ديالو. فالله يرحمه ريان والروح ريان حطت رساله للعالم. فهل استوعبنا الرساله يا عالم؟ السؤال الثاني، واش كليتي الطعام اليوم؟ كن صراحة مكذوب لا، واش كليتي الطعام اليوم؟ يلا الدراري شوف واحد يجاوب، احنا مسافرين جميع، واش اليوم كليتي الطعام ولا ما قسمش الله؟ انا بعدا ما قسمش الله. يلا اخوان وتستمر التغذية، هادو منعرجات عرجات العيد سميتها والله ما عقلتش على دريد يا ربي. اخوان شي واحد من هذه المنطقة بالضبط يعطيني سميتها هاد العيد ما جيبوش والو. والله خويا حميد من خريب كدابا في المنطقة. يا الله كريسو سؤال قليل، هاد العصر شوف شحال بواحد كلا حدا الوالده ديالو. يلا الدراري واش كليتي الطعام اليوم مع الوالده؟ انا ما كليتوش كاع. ايوا وانت ما قسمش الله كنت في الطريق. اما شكرا للاخوان اللي تواصلوا معنا ديال الخميسات عافاكم. الطعام الجديد ديال بالزبيب، طعام داك هاد العصري ماشي بحال ديال الوالده. ديال الوالده تيكون عنده واحد النغمه اخرى. اذا اخواني هذه هي الاجواء في الطريق اللي خرجنا من مكناس في اتجاه إفران او لا ازرو ولا الحجم، ولكن اختارنا باش ندوزو على طريق عضلوش. وبهكا من قلي منكم تبارك ما عليكم وجمعة مباركة والله يوفقكم. أحبكم في الله والحمد لله أننا ولينا عائلة وحدة رغم بعد المسافات، فدائما في مواضيع اللي كنتمنى طرق الاهتمام ديالكم نكون رغم بعد المسافات فإننا قلبا على قلب. تحية خوكم حامد.